محمد وعلى الساعة أجمعين. برشاد صلى الله عليه وسلم ملك سعيد جوغوما سلاميهين وحلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعربنا إلى أن أشياءنا أمد صلى الله عليه ملك سعيد جوغت مدوغة قولها مدوغة مرشحين موقف كيسي كو أعدنا أرمها الصعودة إن واحد سكبد الآن يجرين ونا من سنة واحد صعود إن موبقى وان وان دورش كشك دورش الوشي كريم انت سوحة سيرا عو كل ما ديني أن لي لنا إن ذاتك كلي قدسان وحي كسر يسيين إن أرك على الصحة وواحد صحة ين يعني النقطة سامليد السياسة ديت دلك الصومالية إن يسوي مهدين ويكو هذا شرام حنان كي الله يسكننا جوعميو حنان لو جدبو دورشوين مركو أرن لقبل سيه هاي مركو دبنا ملمر دلك هرسيه ده دجناشو نبض هي سياسة دلك الصومالية أي أوجا بحان حالها مروكسن حاجة بقالها كيسو حاجة سياسة كيسو حاجة أمنية كيسو حاجة هو بتاعنا أنت المستقبل كان كيسو وما هتسنتين. بسم الله وكفى السلام الله عليكم وضن ريال إمر وين دعال لدى أدون كمال والبقات كجوكتان دلاب دي أي شيء سيكتايو الضب إيا النار دوني وي رنتي كفتن وأي كتكتاي حاجدة أرن كان هدا safiirki hore ee dalka Soomaaliya Saudiiga u fadhiyay mudane daahir geelle uu sheegayo de xalay baan idin sheegnay oo idin kaga dhacnay way waxaan idin sheegnay rooble in uu dirbaxa kulul uu ku dhuftay qoliyahan midowga musharaxiinta ah oo rabitaankooda uu dhulka la jaray way daahir geelle hotel suufi uu saaxday xalay toole hadda uu hadlay muxuu sheegay سيداس سيداس بان رئيس الوزراء كوه شيء نيء لنا فيين كي واي مياد أركتان وامية ماشى سوى لغو جباي أو بعي وركا أن كوه شيء جينو كتاب مطير أيو ولا ليال وحن ربا إن الماركي س ما أنت أينو كهذا النصي كوبن جرجر يسعيد عبد الله الدني سفر كلجي تليه محمد عبد الله فرماجو وكو آذي دلك قدر أيانو إيجين هدي إلهي أكرر علي نقضه وحنكور مرة يا سفرك سعيد سفرك فرماجو دلك قدر محوكو بيجي يا مركا أقول رئيسة سبب توام حي مع عسلاء بروتوكول أهان هدان كنا قلنا فرماجو انتو سن دلك كبحين قدوميها بارلمان كمحمد مرسل أيو إيربورك كسوغي مغالا دا مقدشو مركاسي كدب با مرسل سي سغوتيي دياراد دا الراعي تاني وحي غيب كتاهي براتكول أهان أما معارض نقو أما محافظ نقو نظام كدوليغا أه أو معني مدح ويناها مركا او دالك كتاقايو وإن قدوميها بارلمانكا او معني هوشا وضا لكن لبدو يبابا ماركي سيناي حفيز كبنايان ما أهن هذه لبدو بنيان وإن قدومي كحجينك وتاجنا ده. سامالدو بدنا وحيوم ملايين رئيس الوزراء إنه يهاي ود اللبات وسيدة إسبرين. لكن قدوميها برلمان أيها أه ود اللبات سعد سيل الجوجو محمد مرسل شق عبد الرحمن أيها مدحوين كأه دلك سامالية ذكرت ضو قرينا شقينا يسا. مركا تاوى بروتوكولك سوور كاس واحد مودة. إيربورك مرسل إيه لفت فرماجو إن أو تسايو هنانك الدولة نمدة سومالي ده إن لبرايو وحنو أرك جرني مدحوينة سو دوينة يا صفير صفير أجنبية مركو دلك سومالي يمادو مدحوينة إيربورك وقو تكجري نعايد يا تعايل يدون كجرين قلط باي أحي تاسي مركا سيدا أوجيد روبلي وحن ديلا فرماجو قدر وحوه آذي تارم كيل لباد هاوشا قبشادة دلك أيال لقلاي مرك ما دام تارم كي كوباد شقدي أي فوليين قولاد مرقئي معلول أنا مرك لان كوو علين دونا فرماجة وحا ماشي كوها يا أمريكان أما مرايكان بينها كوشاقة أمرونها كوشاقة إساقة وطا بين مكوشاقة يعني قدرنا وحوي شقالها أم عرورتا أم أركي سي مرايكن كواي This you have to understand تركنا وناتو عيدا كاللبادة يقول بضان واي كوبات مرايكن واي كل أبو أمريكا لو أردايا ماشان شين إيروش بلو دي دي
isku soo wada duub. Shaqadii koobaad waan soo qabannay, hawshii markaan toos baan u galnay operationkii qalliinka caloosha, heerkii labaad, marxaladii labaad baa la maraya. Dhaqaajinteeda militarily wixii qarash ahaa proposalkii buu geynayaa qadar, isla markaana maaliyaddii haddee markaan haddee xildhibaanadii way soo baxayaan doorashadii rasmiga ahayd ee kambaynka ayuu soo qaadayaa ama uu jeega meel soo saarayaa. Intaasi ila fahm. Safarka farmaajo waa intaasi, ama ha lagu warwareejiyo ama yaan lagu warwareejin. This is SMC. Waxaa ku saaray biixi taliyaha ciidamada lugta oo u dhashay Mareexaan. Shalay wuxuu kormeeray isaga daba wareegayay barihii ay degi lahaayeen ciidamadii Eritrea ku maqnaa oo boodada eyga lasoo baray oo maarkayse macnihii lasoo dubtay sida magaalka loogu dagaalamayo intaasoo sano lasoo baray. Kuliyadda jaalisiyaad wuxuu wareegaba ayay ka badin weyday dufcadda ugu horeysa in lasoo dejiyo. Haddii uusan kormeerin shalay biixi kuliyadda jaalisiyaad ee ku taalla aagga jidka warshadaha, dabeen baan sheegaynaa waxba lama soconnaba. Marka ciidamadiina way soo socdaan, farmaajana safarkiisii qadar uu aaday, macnihii rooblana wuu u dayriyay qolyihii midowga musharaxiinta. Wuxuu yidhi haddii xabad aad riddaan ama aad isku daydaan in dowladaan dhisayna aad dhahdaan, tribuunka hadda kahor markii laydin hareereeyey I can't breath ay ahayd, aniga telefoonkaygu uu dhacay, waan idinka qabanayay. Laakiin tookadan telefoonkaygii fadlan kor u haay waaye haddaad soo wacdaan, howlahaasi haddaad ku dhaqaaqdaan buu ku yidhi Rooble. Wax ma kuu sheegay? Way kaftan way ka tagtay baash iyo propagando. Rooble iyo midowga musharaxiinta wixii dhex maray waa ka dharagsan tahay inay marin habaabiyaan bay doonayeen xalay toole. Kaamirooyin qurqurux badan intay diyaarsadeen bay saaxiibadooda baraha bulshada ay doonayeen in warka ay u dhahaan iyadoo dhulka lala soo tumay. Laakiin warbaahinta ku bahawday koonfurta Soomaaliya, afka qalaad loo yaqaano Southern Media Cooperation, loona soo gaabay SMC oo annagu dhiimayna suufiyaasha waxay yidhaahdeen, macnihii Sheekh Cabdulqaadir dhulka taakataaku ugu jira, annagu dhiimayna dhulka taakataakan ugu jira. Laakiin xafiis walba macnihii taakataaka macnihii ula socdo jooga ayaa kasii hortagtay. Waa beentood, waa la soo eriyey. Xataa Maxsalaama cid isdhahday male. Cabdiraxmaan Cabdishakuur shir jaraa'id uu jeclaan jiray xalay isagoo qabtay ma aragtay. Xasan Sheekh Maxamuud ninka ugu qaylada badan buu ahaa markii dhagaha lagu soo dhuftay oo yidhi Rooble I can't bow dhidhidhiidhin doorashada inaan joojiyo oo baarlamaanka lagu celiyo I can't bow, taleefankayga waa fadlan kor u ahay haddii howlahaas aad gashaan, ma aragteen iyagoo shir jaraa'id qabanaya. Markii live-ka aan soo galay baa daahir geelay hotel suxufi mar aan dhoweyn seexanin, intuu tegay la ahaan weyday hadda maadaama aan fashilinayo baa la yidhi nihow nimankii hadlaaye waa fashilan tahay wax dheh. Ma yidhi marka Roobland la kulannay doorashadii waa laakiin aabu aan ka wada hadalnay wuu ogolaaday baarlamaanka lagu celiyo, wax ma dhahay, waxba ma dhihin. Haddaad dhegaysanayseen muxuu yidhi? Ha macnihi shirkiisa jaraa'id waxa uu ku sheegay ma arkayse macnihi annaga waa kulannay waxaan isku raacnay maanta inay isniin tahay, wax kale muu sheegay. Waa kulannay waxaan isku raacnay maanta inay isniin tahay, wax kale muu sheegay. Xataa Rooble ma soo hadal qaaday, ra-iisul wasaaraan la kulanay ma yidhi nothing, waxay ma jiraan dhulka lala soo tumay. Haddaa ma kuu sheegaya aniga habar gidir banki inay ku jirtaa ra-iisul wasaarnimay rabtaa. Guuleed iyo Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif waa kuu sheegay markii shirka uu dhammaaday oo macnihi lasoo kala dureeray. Rooble la hareen waxay dhaheen madaxweyne ra-iisul wasaare hawsha wado, kuwaan warkooda ka bax. Haddii ay macnihii xabad ay ridi maagaanna xataa dhanka qiblada loo tukado, haddii xabadda ay macnihii kasoo ridayaan annaga dhankaas waa ka maqannahay qibladay jiraan ku afuufa. Warka ma fahamtay?
ugu darnaasho baan u roonaasho baan xaqiiqadaas sida ah xaqiiqadaana soomaaliga daweysa marka daahir geelle iyo tiimkiisii inay macnihi mar in habaabiyaan bay doonayeen shacabka soomaaliyeed maxay u sheegi karaan hadda xalayaama sheegnay bee wixii meesha lagu soo wada hadlay iyo sheekadii oo dhan waaba kaa waraabinay intaasi waa fahamtay waxaan u gudbayaa arrin xasaasi ah saaxiibkay siciid cabdullaahi deni sida calooshiisii loogu jiraan sheegayaa maanta ha waxaan u malaynayaa in la gaarsiiyo wuu jecel yahay kaliibkan oo kale laakiin xaqiiqdan ka hadla aniga horta tii puntland ahayd caloosheeda waa la galay jilbis abees murugo iyo macluul intay aamusnaayeen puntland ayay ku guuraayeen ha kismaayo xoogga ma saarin jabhado raxweyn ayaa lagu furi doonaa laakiin puntland tan ugu adag ee shaqada ay geliyeen ayay ahayd puntland waxa ka socdana waa kuu sheegaya soddon iyo shan sarkaal oo digil mirifle ah siddeetan iyo shan sarkaal oo daarood ah oo u badan warsangeli cali saleebaan iyo leelkase iyo dhulbahante ayaa turkiga lagu soo tababaray galmudug markii la galaayey la geeyey xere inji hadda maaniya suufiyaasha markii xere inji afmayga kuwii ku hadlaayey usbishay waa ku dhahay intaasaa ka hawlgashay saraakiishaasi kuwa daarood waxba kama soo noqonin puntland ayay u taariibeen saraakiisha haddaan ku dhahay dee ciidan war ma leh hadda ma fahmaysaa mid kasta intuu afka boor marsaday u isqalajiyey ayuu tegey puntland bari ma iska tegey maya waa la diray yaa diray nabad iyo nolol baa dirsatay ani marka nafsadaydu waan yaabanaa muddo sanad ka hor iyo ku macnihii adi iyo ka hor ciidamada raxweyn ee dowladda ku jira cabashay ii soo jeedin jireen waxay i dhihi jireen macalinka lugeeyow walaalow dhibaataa na haysata annaga dhufaysyadiyaan ku jirnaa nimankii daaroodna intoo guryahooda ay aadeen ayaa lacagtoodana ay u dhacdaa puntland iyagoo jooga arrinkan ka hadal bay dhihi jireen waa ka hadli jiray laakiin haddaan ogaaday sababta macnihii kuwaan la diray ee puntland jooga oo gorgor iyo nooc walba leh mushaarkooda sidooda ay villa soomaaliya u siiso haddaan ogaanay haddana waa ogaanay maanta waa kuu sheegay waxba qariin maayo aniga haddii siddeetan iyo shan sarkaal oo leelkase iyo dhulbahante iyo warsangeli iyo cali saleebaan ay u lugeeyeen puntland maxaad moodaa ciidamada gorgor ee galay puntland maxaad moodaa tiradooda qiyaas siddeetan iyo shan sarkaal meeshii macnihii tahriib ku tagtay sarkaal walba imise ciidan buu wadan karaa haddii anigi qof weyn aan la hadlaayo caruur lama hadlaayo maogto caloosha waa la galay siciid cabdullaahi deni maraan dhaweyn marka muxuu bilaabay inuu ciidamada booliiska asluubta xataa maca b s f ta inuu jagooyin ka qaado taliyaasha sababta ka dambaysa ma taqaanaa sababta ka dambaysa ma taqaanaa in lasoo galay buu ogaaday deni inuu khudbadeeyey hadda ka hor uu yidhi gorgor iyo haramcad lafahaygaan uga baqaayaa lafahayna xataa maan lafahaygaan uga baqaayaa inuu yidhi ma xasuustaa naftaydaan uga cabsanayaa naftii hadday taaganta haddaan kuu sheega aniga naftii rasmiga ahayd now deni wuxuu ka qaylinayay
هذا يتعجن تاعي هذا الكوار نب ونب مركا اسكو سوا ضدو هذا الشلا ينكو شاك الدني إنو بوساس آدايو سوكو مدهين معني الضرات دني بوس وحو آدايا بوساسو أمريكان با دقاه مروجينا يمكو دينو ولا عنانا دونا هذا بوساس آدايو آدايو لكن بوساسة انتو سنة آدين شقا كوري سمانت داري تاليها بوليس كبونتلان ايو جاقالك قاضي تاليها كوحيقين كبوليس كبونتلان ايو جاقالك قاضي بوليس كبونتلان مع كرانها وحي سراكيل اهايو دن جاقالك قاضي تاليها اسلوبتا بونتلان جاقالك قاضي كرانياشا جاقالك قاضي سردون كبونتلان جاقالك قاضي كوحيقين ندا كرانياشا سردونكا جاقدو كاقادي بي اس افتا ديانو واتناد جاقدو كاقادي لكن نكا باد دي رو اي امري ويدي حتى مركي سردونكا بنتلان جاقدو كاقادي حد او كو امين مركو وايي نين شيقالا ايو او ديبي ادي حد ما امي سنتاي سردونكا بنتلان نين شيقالا ان داني او ديبتاي مركو كو امين وايي للبهانتي مركو كو آميني واي علي صليبان مركو كو آميني واي رير محمود مركو كو آميني واي عبد الرحيم مركو كو آميني واي بعيد يهن مركو كو آميني واي مهير إسماعيل أما عرب صالح مركو كو آميني واي مردبان مركو كو آميني واي أغار صليبان سوى أخرون دان ويني مركو كو آميني واي جنبيل حوية كومبي كبللا داروت مركو كو آميني واي حتى عرق جبيل إيا موسى سلطان ما أمي سنتا شيقال إنو أوديبي وإياي معني تلياساس وكلا بدلاي بلاي إنو كسو سعوتي وقا تلي بنت لان مركا بوليسكا وحو يري هاد كور كوتا كونو دولار بلوين كور إسيبو يري وحان روا إنان ميلاها مدحا صوفرتو جامعا لغاها يا وسيركا عدالة مدحا ينوفران inaan meelaha madax soo furto leed aan soo qaataan raba meeluhu soo marmaray uu soo roobaq roobaq leeyay madaxtooyada villa soomaaliyo ka soo dagay faad yasiin iyo farmaajo la kulmay markaas uu fashilbay taliyi puntland ee booliska dani markuu ogaaday taliyi dhama oo faad yasiin la fadhiya jagada automatically uu ka qaaday ninka uu magacaabay lagu jiray wayay ديانو هاد دكور مركو حمر إيماني أسدك كان وين بابا مركاسي قندراس كلا سيي بنتلان إن لو ديبو معني رهر ديانو وابا لو ديبو وكو شاك وان نبط إن نرول وايان كنا ويهي هي الله مستعان محي قبانا يا مركا قرقرق غرغر كان معني ديانا هذا معني صلق واي لكن عيدا مضى مع سراكي شود يقو معني رحان رحان بر شعب وطا ايي دوبيهين قروي وحي دوبيهين بوساسو وعب عيدا مضي هذا غرغر عيدا مضي بنتلان عيدا مكبضا اما كتبا برعضك باد مودا با هذا معني كجرا معني قروي يا بوساسو او غرغر او معني السند يا برك هر لب الله بي ان لب ديرو لعك تودان اسك قادنا ايا قبلها اسك قورسنا ايا جو الدقن لعك معني اف سي بلاس واي اف سي بلاس واي ودع عيسا افكنا معني وحو مرسنا ايا روبو وحو ما هايو لي يعني وان قلالنا هاي واسو غوستي واسو عراري marka isku soo wada duub goormay shaqaysan doonaan ciidankaasi marka this is the question ciidankaasi goorta ay hawlgalka bilaabayaan waa goormay waa goormay ciidankaasi waxay seeftooda la soo baxayaan nidaamka dani ay u dhameyn doonaan أما دني مدحوينها صوماليا ها أترتمو أما ها إسكدايو
maalintii maxamed cabdillaahi farmaajo waa la doortay la yidhaahdo seeftay saarayaan deni seeftay saarayaan waxaana meesha ku soo dhowaynaya ciidamada b s f ta oo nabad iyo nolol taliskeeda loo wareejiyey oo saanad iyo cunto iyo wax walba haysta shacabkana taageero buuxda ka haysta gobolka ay joogaan bari ayaa saldhig dhaqaaq cunno iyo logistic u ah intaasi waa fahamtay waaya garowe maanta shir baa ka dhacay golihii wasiirada ilaan isniin walba inta badan shir bay qabsan jireen siciid cabdullaahi deni shirkii ma guddoomiyey wasiirada puntland maya isagaa guddoomin jiray markii hore oo madaxweyne ah madaxweyne ku-xigeenka puntland aa guddoomiyey ninka dhuulbahante oo awalna meesha keensaday asad diyaano intaasi waa fahamtay way guddoomiyaha baarlamankana waa warsangeli dhoobo daarood xasuuso waxaa macnihii keensaday markii hore cabdiweli cali gaas gaas iyo denina siday isku yihiin adbood ogtahay senatarnimadii uu ka reebay xataa deni inuu cabdiweli cali gaas senator uu noqdo cabdiweli waa nin cumar maxamuuda intaas waa fahamtay way boosaaso hadda aaday soo ma aan haa okay magaalada boosaaso waxaa hadda amnigeeda gacanta ku haaya oo la wareegay oo ka taliya b s f ta ciidanka la yidhaahdo oo macnihii nimankaa bahdir reer diyaano ay hogaaminayaan beelaha kalena ay taageersan yihiin ayaa gacanta ku haya dugsiyada iyo shaqooyinka beryahan xanibnaa iyo dukaamada waxay dhaheen way fasaxan yihiin cid aa ka cabsanaysaan ma jirto hawsha ha socoto horta boosaaso deni gacantiisa way ka baxday haddana maraykankaa u yeeray oo dhagaha laga maroojinaya haddaan kuu sheega aniga maxaa ciidankan kaa galay baa laleeyahy adiga bedelkiisii iyo kala dhilidiisii iyo howlahaasi kow waa kuu sheegay farmaajo maraykana meesha ku haya hadduusan ku haynin maalin ma joogin waxba yaan lagu waji gadin way garow waxaa jooga nin la yidhaahdo maxamuud sayid aadan oo madaxweyne ku-xigeenka kismaayo ah dhulkan hadda digli mirflaxooga lagu haysto ka horna waxaa tegay nin la yidhaahdo axmed madoobe waa uu ka soo laabtay maxamuud sayid aadan maxamuud sayid aadan muxuu garowga u joogaa tanna inaan fahamno waayo nimankii la dhihi jiray carabta imaaraadka aada bay u dhex galeen dadka soomaalida siiba puntland aada bay u dhex galeen qabiilaadkay barteen af soomaaligay barteen af soomaaliga wayba kaa badiyaanba qabiilaadkii soomaaliga way kaa badiyaan axmed madoobe markuu imaanayay deni wuxuu macnihii dhahay imaaraadka ilaan lacag in laga qaataa la rabaa lacagtana waxay ku dhiibaan projectiga marka aad waxaa qabanaysid aad dhammaystirtid wax la taaban karo axmed madoobe u geeyey wuxuu ku yidhi dhankaa kismaayo iyo jubbooyinka wixii codad ah waxaa iga wakiila axmed madoobe intaas oo qabiil buu ii keenayaa ee maarkaysa wixiiga ii shuba markaasaa carabtii waxay ku dhaheen axmed madoobe ma aaminayno waxay u yaqaanaan nimanka imaaraadka axmed madoobe kelbun asad macnihi eyga madoobe u yaqaanaan puntlandna axmed madoobe waxaa looga yaqaanaa shaydaanka madow marka sidaa awgeed imaaraadku ma aaminayaan axmed madoobe warniyo wax gadmaya keen bay dhaheen nin shaqayn kara sayid aadan marka lasoo diraayo marka deni maxamuud sayid aadan wuxuu u doortay kambaynarka jubbooyinka iyo gedo waayo maxamuud sayid aadan waa nin mareexaana oo farmaajona isku qabiil yihiin carabtiina qabiilaadkii way kala baratay waaya sidoo kale nin digil iyo mirifle kala yaqaano waaye isagaaba macnihii digil iyo mirifle shan daqiiqa dhiman ah lixdii gobol markii la dhisaayeyna madaxweyne ku-xigeen buu ka ahaa qabiilaadka raxaweyn ama digil iyo mirifle iyo wixii macnihii degan meeshaas oo dhan nin wax ka keeni kara inuu yahay waa la aaminsan yahay marka kambaynarkii jubbooyinka iyo gedo maxamuud sayid aadan buu u dhiibay axmed madoobe in laga hoos qaado sideedaba macnihii
دني إنه أكان بين جريو لعقتنا سيدا الجهلو ومعني قبيلة المريحان أيو كسعودان نكان ماركي سي محمود سيد آدن فرماجن وقبيلة المريحان سيدا كلام معني ومدحوين كحجينكي قبيلة المعني الدجل يمرفلا النقضي ساسو عربت أشيء جاية ما أنت مركب بوساسة أنت وصنور دقاقين شركة جلها وسيرة ده دني إنه معني كلام بهالكياء أهيد محمود سيد آدن أيو لفدي إسقى arintaasi uu u dhameeyo maxamuud sayid aadan wali garow u jooga hadaba hadii maxamuud sayid aadan uu yahay campaignerka jubooyinka iyo gado wixii codad laga heli karo dani uu ka dhigtay sida carabta uu rabo lacag inuu kaga qaato galmudugna campaigner buu ka sameystay campaignerkiisu wuxuu ahaa ninka la yiraado fiqi oo ahaa wasiirkii hore ee galmudug isla markaana u dhashay abdullah saad هبر قدر هوي واتي معنى عبد البلياش اي اسو درين اي كو رجيين اي معنى كو عاويين او شاشد اي كو قبتين كامبينر كا قل مدوك اسعيد داني فقه ايوها لكن قورقور يتيم كيسو مركي اي اقادين فقه هوش او كجرو ان او معنى الدون او يهي معنى داني مركاسا جاقادا دك دك لوغا قادي نمانك اي لسونانا معني إن منك شقالي سيي أو معني شقالي سيي محيطها ورفيري هوتيلك إهل السنة والجماعة إن منك اللي يرادو إيه هابر قدر أو بهول يدول كان هاد الجوغو أو قلمودو كده قالم وكده قالم إينا داي كده قالم نول كلاهاتهم إي هوتيلك مرتصار متقانا إيه كويا لقروي مدحتو يدا هوتيلك كل دقن يا qololkooda xataa macnihii hadday joogan way joogan hadday maqan yihiin xataa waa loo xiraa kastuuma hadday kaga tagaan lacagta way ku socotaa daniba dhiiba ma jeerteenka dhiiba $80 waa qolka habeenkii $80 waa halkii qol hadii macnihii washington marti ka timaado ay timaado xitaa macnihii qolkaasi qololkaasi suufiyaasha martisoor qof kale ma laga kireynayo hadday maqayn uu xiray yahay hadday joogaana lacagta way socotaa hadday maqayn lacagta way socotaa horta nimankaasi war kastuumahooda ku dhahay kastuumayaashooda hadii qolku ugu jiro inta la furo macnaheedu dhinac looma leexinayo marka nimankan adoomadii cali yuusuf inay yihiin annaga ogaanay ilka doofaar saansan yaan lagu sirin markale horta kambeynka siciid cabdullaahi dani sidaasuu ahaa marka waxaan rabaa inaan u galo siciid dani la taliyaal xun baa helay hadda diyaano waatan jagada laga qaadi la'yahay bahasha ay dhan kale isu rogtay nin la yidhaahdo wasiirka maaliyadda puntland xasan shire nimay dhahaan oo ciise maxamuuda ayaa waxaan qoorta u geliyey ciidamada daabul macnihii BSF waa burburin karnaa waxaan dhan waa la wareegi karnaa waa socon karnaa wixii dhan intuu isku habeeyay baa arrintu markay dhanaanaatayna galan hadal uu yiri adiga adaa Cali Saleebaana si Cali Saleeban looga horgeeyo isagana wuxuu yiri aniga roobaa soo dhow macnihii roobkaasi guriga macnihi saqafkiisii weli ma dhammaystirin si roobka aan uga gambado macnihi gurigii caruurtayda ay ku hooyan lahayd baan macnihi dhismihiisii dhammaystiraya uu dhuuntay hadda intaasi ma fahamtay salaamullaahi garaar marka ani su-aasha aan qabaa waxay tahay siciid cabdullaahi dani hadda ka hor dhoobo daarood baarlamanku su-aal ku weydiiyey waa tii uu xanaaqay hadda ma fahmaysaa oo macnihii ninkii ganacsadaha ahaa oo Cali Jibraa'iil inuu ahaa aan u malaynaayo oo ku-xigeenka migrationka Puntland joogay oo iska ganacsada ahaa lagu dilay garowe waa tii ma arkaysa sideed nin oo macnihii majeerteenka lafaha yaryar uu ka eriyey baarlamaanka Puntland sababta uu cuskadayna ay tahay sababta daciifka ah in ay macnihii dhaheen madaxweyne baarlamanka hortii ay ku dhaheen madaxweyne nimankan imaaraadka ah ama dekadeena toosa noogu dhisaano
ama dekedeena nooga qaad oo annaga intaan dhisanno maxnii wax ku qabsanayna waa u baahannahay su-aashaas keliya oo wadaniyadda ku dhisan markay weydiiyeen wuu fayar gareeyey waa qabiilaadkan kale ee lafaha yaryar ee ma jeerteen fiiriya kaaga sii daran waxaa jira rag maalin walba deni baada ayaa jira oo ma jeerteenka lafaha waaweyna waxaa ka mid ah macnihii ninka la yidhaahdo faarax biyoole oo cusmaan maxamuud u dhashay oo weliba iska leh kaalinta shidaalka boosaaso ku taala loo yaqaano f b maalin ilaahay keena youtube-ka daa gashid siciidani ayuu macnihi dhangalaaseeyaa waxbuu ka sheegaa qaaqdaasuu guraa xumaha dani buu sheegaa waa xildhibaan puntland ah waa nin cusmaan maxamuud ah ilaahay baan kugu dhaarshay balfiiri welibana reer diyaano waaye reer diyaanuu taageersan yahay waa xildhibaan puntland ah jagada muu ka qaado sideeddan macnihii xildhibaan ee dekeddii wax ka weydiiyeyba macnihii wuu faayar gareeyey wuu eriyey adiga ma dhibaanka maad u adag tahay daniyow oo ma waxaad u adag tahay carab saalax oo keliya ma waxaad u adag tahay ugaar saleebaan xildhibaankooga ma kaskiiqabe iyo dishishe keliyaad u adag tahay ma leelkasaad ku boodboodaa dhulbaanto iyo warsangeli ma siwaaqroon baad ku hanqaarantaa yaa macnihii daanweynaad bursataa miya macnihii ma jambeelle hawiye koombe kablalax daarood xildhibaankooda maad erisaa ama agaasimahooda oo macnihii cumar maxamuud wax kama qaban kartid ciise waa kaa cabdiraxmaan faloole waa kaa ninkaasi ma arkayse macnihii qoslaaya nairobi ka qoslaaya waay isagii cumar cabdirashiid oo taagan xaggeen jiridda siibnaa noo sheega usha xaggee ku dhufannaa isaga beesaa u daran waa kaa qoslaaya ma aamusisid haddii aad iswaashidna geedtimirkan imaanaa ku dhahaye now uma dhowaan ka dhid waay waay sidoo kale lafahan oo dhan wuu eryayaa dani ninka la yidhaahdo cawil caaq waa reer aadan waay waa reer burtinle waa raggii ma arkayse macnihii xalaal qudatada ahaa sida macnihii annaga oo kale sagaarada macnihii gaadan jiray oo hanti adduunyada waxay leeyihiin macnihii cumar maxamuud oo reer aadan oo sagaarada xalaashaa gaato waaye adduunyada hantida ay leeyihin waa sagaaro hadda ma fahmaysaa sagaaradii daraad dani inuu u diiduu isku dayay laakiin markii dambe xoogay la soo baxeen ninkaa isaga ah waa ninka dani baado waaye waa ninka macnihii dadka garowe iyo boosaaso ilaa iyo ma arkaysa macnihii gaalkacyo ilaa iyo macnihii ka tahriibi u waaye macnihii gaarisa iskuulka gaarisa ee ku yaala boosaaso mulkiilihiisi ninkii lahaa wa waa cumar maxamuud waa reer aadan hadda ma fahmaysaa dani wuu baadaa waana ninkii hotel jasiira oo macnihii gaalkacyo ugu kaambeyn gareeyey weeye cabdiweli cali gaas markuu rabay inuu noqdo madaxweynaha puntland maa wax ka qabatid kuwaan macnihii adigu baadaaya dani muu wax ka qabto islaam allow maxaa loogu boodboodayaa macnihii cabdiraxiin iyo xildhibaankooda haddii dekedda uu ka hadlo imaaraad nooga qaad ama noo dhisne maxaa maantoo dhan dani u bursanaya dhoobo darood baas dharrac haye ma arkayse war sagaarada inuu diiduu u damcay qoryahooda ay la soo baxeen way bursadeen reer aadan maa adiga sagaaro macnihii burtinla ma gaadan kartid maa leedahay waa maya maalin baa afartan cabbo sagaaro ay soo gaadeen baa laga dhigtay qoryahooday la soo baxeen waxay dhaheen anagu dal iyo dibad hanti aan leenahay maba jirta sagaaradaas mooyaane waa xalaal quudato waa dad sharaf leh waa dad wanaagsan waay hadda ma fahmaysaa ha waa raacsanahay dadkaasi waay sagaaradii xataa waa u diidi kari weyse sagaaro haddii la diido hadda daniil ma joogaayo meesha it's clear waayahay ninka la yidhaahdo dhaashane ina dhaashane yaa oo reer xirsi ah cabdirasaaq sheekh macnihii ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar maxamuudka ahaa reer xirsi waa taqaanaa marna waxaa loo yaqaanaa gaalo gudan reer xirsi ama gaalo gudan loo yaqaano yaa waa ninkaa isaga ma arkaysa macnihii ku baadaaya adiga 24 saac
عبدولي علي قاس حفيز كي سكشقيناي ما كقاد هي نيكا للي عول عاق وضدك معني لايت كاية وتهريبناي وانيكا بارلمان كدعديسي كوغيري مدحويني مساجد دادا لقا قنوضايا اذيقنا احتسام باتا هاي كودر حلاي ها قنوض لما اقلا قنوض لما اقلا اذيق حتى مساجد دادا معني مساجد دادا لقا قنوضايا بارلمان كبنتلان نيكا كيري يا عول عاق ومعنيه تهريبناي ضدك كلا تهريبنا يا تهريب تكشقية وأقول له وين الأرض هاي أو كبادة هذا ما فهم يسأ لكن سوى أخران إيو ما هرك يسأ معني علي سليمان إيو وقار سليمان إيو حرقي بيلة إيو موس وريا عثمان محمود كعطاء ديانة يهدو وأقول له وين الأرض هاي لكن حرقي بيلة اللي يقانو تيم كيسو تجي يا ومعني أن أوجه هاي إيو ما هرك يسأ موسى سلطان إيو يا ماركي سي معني وحاندي لما ديبان ايو يا ماركي سي مهري اسماعيل وهذا او بحسين عرب صالح عرب صالح مهري اسماعيل وياي دان ويني ايو وهذا معني دان ويني مجارتين ما قدرنا مسوي الدينة لابد بلوت كهر معني جنبالي هوية كومبي كبلالح داروت لابد بلوت كهر معني سوى هوية داروت اكاد نكتين ايو ليل كساها ايو حلو بان ندو دول بحانتها ايو ماركي سيقوليها اللي يرادو ايه ورسنقلي ايو كواسي حل دبان نبودي اياد او عدك تاي عديك ماركي ماركي ولا ليال معني سعيد عبد الله داني سياسة ديسو ماشاس ايه مريسا سؤاشا يسو الدين تلو حواي داني ميو اس رشح ايا هدو مدح وينا اسو رشحو دبدي محاكا إيمان كرا هدي كرسيقة فدرالك وكو قول در رايستو غرغرتي وكعبادي جري لفهيقان وقبقايا نفتيدان وقبقا نهايا ويدحجوغان دانيقا ماانتي نين دارودا كو آميني وايي سردونك بنتلان تلياشي اوطنان عيدا مادا انتو بدلي ديانا قدن بايي كري وايي معني سردونكي بنتلان ما أنت هدي لجو آميني واي عمر محمود هدي لجو آميني واي عثمان محمود هدي لجو آميني واي عيسى محمود أو يرانكا فيريا محمود سليمان هدي لجو آميني واي أو حتى لجو آميني واي قلقلية هوية اللي قد نجي مجرتين لقرمي نوح محمود سليمان لجو آميني واي لجو آميني واي مدبان لجو آميني واي عبد الرحيم مورغان يو لغو آميني وايي مهري إسماعيل أما عرب صالح وعبد ولي علي قاسي أبتوه لغو آميني وايي علي سليبان لغو آميني وايي سواخرون لغو آميني وايي رير محمود مجارتين لغو آميني وايي معني رير تلر رير أودان لغو آميني وايي دولبهانتي لغو آميني وايي ورسنجلي لغو آميني وايي ليلكاسي لغو آميني وايي حتى الرحوين رعوين عيدا ماذا أقول بضان إيادا وايادا لباد كالينتا لباد إبنت لان هذا ما فهم إيسا لغو آميني واي ديشش لغو آميني واي كسكي قابه هذا ما فهم إيسا ها مركا معني شاقال إن لغو آمينو ور شاقال سو مرتيلا هراب ما أهين ور داني بنت لان حقو أودا ور سردان كي لما إبنت لان حبنتي إيقو سر ريسي أمنيقا وحي أودي بي شاقال أودي بي daarood oo dhan mareexaan horta iska badhaaf ogaadeen iska badhaaf hadda ma fahmaysa kablala kumade iyo markayse macni waxa loo kala harti iska badhaaf dani halkaas uu maraya warka aan ku sheegay in kitaab ma tiray ha hadda ma fahmaysa marka darad markii raxaweyn gudiga deegaanka golaha deegaankan ku soo daray markuu laha oday waaba ka dhaba sheekhaal buu sirdoonka u dhiibayaabe وناتي هستي اوتري دير الروحي قاضبا دين با ويالي ولدك الشداديو سو دافك عاشقا ديب اسو حسوستي هايقو داليني سميري عمر عبد الرشيد وابه دير روبلي عثمان محمود داني اساونا وابه دول بانتي عثمان محمود
اسما أركي كران وحانا عمر عبد الرشيد أي اسكلا صوقادين فيريا داني مركو مدحوين أوتر تماي عمر عبد الرشيد مدحوين أوتر تماي شيخ شريف كالنت أفراد عمر عبد الرشيد وها هداد أكتين هديك لي داني نور إلا باطن عضو هلي عضد كاسي هدي عمر عبد الرشيد وسين لا ولالك عثمان محمود هدا عمر عبد الرشيد وحوقو شبي لها يساقو أبقال بارنالي أبقال بوقو شبي لها شيخ شريف بوقو شبي لها أولنا شيخ شريف الرئيس الوزارة كان ديجي مركي حرطة دا ما أركي سمعنيه رئيس الوزارة يهلي لهاي المجارتين مركاسي سو مجيدي وعيل كان بيي وحاوي دمو الجديد حسن شيخ محمود وراعي دني ماش هاسا إسكالها يعني هذا ما فهمت هذا هو مركا عبد الرحمن فرولي يا عمر عبد الرشيد باوذ قسلا يا هذا شلا وحان كوشا يا كوبي يطمان كسان تر بنت لان تضوك كمدة نبط إن الله بين نقدين بل أديك قياس حل دبان نذي هوية ودي ذي وكوش قيسنا يا إنه إنه وح وقدره أو يري إذن ما أقام رابليه ما أركا يسمركو جعنت أقلي أود الدورة شذا معنيه صاحبكو مبهنين وكيري دني وحاصلنا قدتك وكلا عراري قون إستاك سميستي نمانكي هوية هدي مانتي معنيه إلا انقلمودو كان بينر كما هيستو فيقي هو فشل بي محمود سيد آدن إساقابا رعوين شان دقيقة لمن أه هذا ما فهم إيسا أو معنيه أغادين إيه مريحان إسمارك كران مركا وقودن بيسا يا محي كل معنيه محي كل مان دون تاواي this is the question محي معنيه هدي غرغرنا علاشة وجوكتو مانتي غروي يبوساسو المديانانا ماركي سمعني علي سليبان يسواخرون يلول بحانتي وحي لصوتا وبرأي غرغر أها دمان حق اللو ديري بوساس اللي سوكو تغي غروي اللي دوبين يهي ماركي سمعني اي سوغايان دورشادة كلية ان فرماجة كلية انو صور نقضو اما دني هاترتمو اما يو سترتمين اي كاقو انتاي بنتلان ان اي قلبان نظام كان دني ان اي ماشكا ساران أي كجو أنت هالصباح معني أي كحومان تولق يحافظ يمجال كستا معني جرجر أي نقطه سعيد عبد الله الدنيا دي جديس أي سيدات هاي حمر دوي مادنا محول كل مايا رجع ودجال كجليي ما هت صلاة إيو جيل قشة دين كسوقات أنا بي بدون أن تويري وجب حي يا معني حسن شيخ محمود إيو رجي ماركيس مدح وين النقاش إنسان إنتو يري أنا جن رئيس الوزراء هذا نمر كده بقى بحاي هل حل دمان إذا كوم مدرى يري هذا أنا مدح وين أتاجن يري بهش معني معني وكسر رجعي نمن كي هوي وكش قيستي أو دتك دتك وكدري أو وجه جود أو جبي أو بنانك عدلا أو كجت جي هدي حمر وين ما دم حي كسر ماينا يعني حني ييك كتينا دينا يان واي مركن دني مدة صحيحته أنا مرة بقينا معني ورك سي أنسي وض وضو مهمة دوان كوشة يا سفر كمحمد عبد الله يفرماجو معني قدر تارم كي لبات إنا يتهاي نقالي إنه سوق هذا بربوس الكي معني استراتيجية دي لبات أي شقده كو قبل الله هاي إنه حق جيو كدبنا الله ما بلغته معني فك يتوج شيء يدل كالين تصدعوا لكن هذا صوب حدي فوق إن لقى صوصيو وهي هاي وحن ربا إنا نوجد بمرك دنينا وكوشة دني هذا الشلة يا مكوشة يا وحن كل هاي يضرب معني وحكو قصبية بوساسة إنه آدم ما أجي ساعة معني سنين تأنو آدم دانه ما أجي ثلاثة أسبوع لكن وحكو قصبية بوساسة إنه إمادة سراكيل مريكم بإمام دانه بوساسه قلب على لجلي دجال لجت جيجي مركز كدي مركز الصوع عنانته إذا ماذا BSF تلاقيه هذا مركز كدي بي المضيان الله كل مدونان معني مريكم كان كل هاي وش إنه وطي لي دانه وكوشة يا أمريكان ك تيم كان فرماجو شيسو لجلا يا يعني كل هاي سيدو كلو حنكوشة جاي مرايكنكا معني إذا ماذا دنب أي ديسان سالي جودو يهاي بالي دوغلي أما أي فروغو قبل كشبه الله وصيه الشمهورية دي ميلان وحيكو ريجيانا كنت هاي مدى سنة كدو محمد عبد الله فرماجو إذا ماذا بي اس اف تنا وحيكو ريجيان مدى بلوين كهر أي كو ريجيان أول إذا ماذا وحي معني هوستقايين مدحتو يدى بنتلان سعيد عبد الله دني لكن وحي هوستقايين فرماجي كعنت أقليم فيلا صوماليا marka nimankan reer diyaano marka xilka laga qaaday ma ogolin markay leeyihiin deni macni ciidanka kaliya u dhiman inuu saraakiisha ka qaado BSF waa inta kala odhan BM BF ta iyo ma arkayse macnihi asluubta iyo daraawishta iyo sirdoonka iyo kulli uu ka qaaday
معني ميلا وكعب سناي لكن كركوا أو قدران كوا رأي هاي هدا كوا أنا وحال لهوز جاي فدرال كمر كوا حيد هدي فدرال كأنجو إن لهوز جاي قبل وان كبح نه محان أنجو ديني أنوس تجي نع نجمع قاضي كرا جو وحاد جو ده إن لوجا سو مجابي كرا فدرال كدل كنا وا فدرال معني مامل قبلات ك أسكري كمامل قبلات كوا حاطلي مامل قبلات أسكري فدرال كنا وهر فدرال سيد إتوبيا دنيا دورن مركز سيداسة بإسلام سو تاجين مركز ديني علاشي سو والجدراء حاجده وي قسنت هاي حبضنا مكوب باللعب الدونان إذا مدان تركي قلقو سو توبري معنيه سيدي رحان رحان وان قوصنا يقول هايين معنيه يوغو شعب مشاركو دان نبضي ينالول اي اسينا هايين مدل لبصنا كل دواد اه مالين إلهي كان إذا ما معنيه لدراي وي بوحدة بنتلان قر قر إيه رمع عدبا كبوحدة هذا ما فهم إيسا شقادنا وحي باللعب هايان إيقا قرى تاريخ دمانتا مالين فرماج هدو سنصور نقن موغي لكن هدي فرماجو saacadda uu guuleystay la dhaho wixii ka dambeeyay Puntland fiiri ah fiirinina xamar fiirinina baydhabo kismaayo fiirinina ha fiirinina galmudug waxaad fiirisaan oo aad eegtaan garowe isha ku haya iyo boosaaso waxaan rabaa inaan u gudbo shalay doorasho ka dhacday magaalada baydhabo macnihii mikrofoonada idaacadda may iyo maxaa baa lagu sheegaa nin erga ah codkiisa dhiibtay ayaa magaciisa la sheegay ninkaasi magaciisa ayay aad u wareejinayeen adoomadii Cali Yusuf qaar badan oo kamid aan Facebook ku arkay waa kuwa baraawo iyo burtin la kala garan la ah oo macnihi ilaa iyo 1920kii maanta uu ku shaqeysanayo majeerteenka dani maanta ay u hoganayaan macnihi dhulkoodana maalina burtin le anaga iska le aan dhigi karin soodintooda laakiin ku waashay raxweyn waa isu keenkeen waa macnihii kakab maylan ma jirto waa kala goynayna baraa macnaga iska leh ma soo dhaafi karaan macnihii buura kaba ku waashay oo 30 sano ay ugu dambeeyeen cidda ay wax ku noqdeen raxweyn ay ahayd ciidan militarily iyo siyaasad codadkooda ay wax ku noqonaayeen sida iyagu u caytamayna ay oynayaan oo tuugayaan annaga iyo raxweyn walaalaanahay codadkiina nasiya meelaha ku hayo codkaaga isii hadhowdii markaa wax noqdo daarood iskama celinayo adoon baan u ahay qara dameer buu madaxay ku jabsadaa sayidkaygu weey laakiin raxweyn un baan cayn dhulkeedana qaadan bal caqliga noocaasi ma aragtay wax ka caqli liita male waxaan arkay iyagoo soo qaadanaya macni nin magaciisi la sheegay oo erg af may lagu sheegay waxaan ma soomaali ba ma af ba ma af soomaali ba eeley marka aad u fiirsatidna marka maanta qof uraaga uu ku hadlo way u sujuudayaan af habashi am xari qofka ku hadla way u sujuudayaan bal addi sababay ku tukadaanba qofka sawaaxiliga ku hadla waa kuwa sawaaxiliga dabadhilif kuwa kenyatiga hadda ma fahmaysaa marka yurub iyo america la joogana haddii macnihi af jarmal lagu hadlo de af jarmal af soomaali maan haddii lagu hadlo macnihi jarmalka xataa wuxuu leeyahay dalka aan joogo jarmal macnihi hochdeutsch iyo schweizerdeutsch mid xaafadeeda jira iskuulaadka aan lagu dhigin hadda ma fahmaysa aan la fahmi karin iyaga xataa is fahmin kaana waxa weeye naagta iyo ninka maxaaga ku hadla way isku dhibaan yes yes hadda ma fahmaysa macnii jajabnaanta ajnabiga ay u jajaban yihiin jamaikanka luuqadiisi gabdhana wayba ugu daraanba hadda jamaikan oo macnii diin xataa aan lahayn hooyo aabe iyo ehel aan qorin oo dabada laadka ka gelinaayo waxa weeye ma arkaysa luuqadiisi inay bartaan oo macnihii ay daba dhuqdhuqleeyaan way yaqaanaan soomaalida dhibka haystaan kuu sheegaya ya hadda ma fahmaysa laakiin luuqaddii soomaaliga ahayd oo macnihii afkii hooye ay ahayd waa may iyo maxaa ya cunsuriyad iyo nacaybka ay u qabaan caqligaaga diiday cunsuriyad heerka ay ka gaareen ajnabigana sida ay macnihii ugu daba dhuqdhuqleeyaan luuqadahooda marka ajnabi uu hadlayo af shiinees hadduu ku hadlayo way dhagaysanayaan shib edeb nin maya hadduu hadlayo way labalaboonayaan taa waxaad aragtaa cunsuriyadda waartay ee macnihii qalbiyadooda degtay oo macnihii caruurta ilaan cunsuriyad lama dhalan waalidka kusoo rabeeyey kuwa dowladnimada iyo qarannimada ugu sheekeynaya kuwa kale oo guryahana caruurta cunsuriyadda iyo wasaqda soo baraayay yaa macnihii baa meesha ka aragtaa saa awgeed taasaan shidaya maxaa ka qaldan ninkan haddii af maayo lagu sheegay ergeyga macnihii afkii sow ma jiro macnihii saqadhe dubad boylo macnihii magacyo noocaas iyaguba sow male dadka maxaaga
يعني دتك مايغا قوميه مايغا ايغو دليعينايا مغعيدا سقده يو دوبت يو بويله بويله يو ايي عاوس لفعيو عنبر يو ما اركتي ما اركيسد هذا ما فهميسا واحترامايا لكن ايغو مرول بخي كو فوغين دتكان هادلكودا انت نوع عاسي اتينا والله صومالي ان ايسا نبادكو وذا جوغينين دل كان معنية انو كالقو اموياني اللين دل مركو وذا جيرايو دادكو وانا ايسو قرادان مركب بالعود كاسان شدي دونا هدي الهي او كرالي نغدو بل معنية عنصريات دا كليب كان شقادا لغدك تاي ايان ربا انا كجواب واي اديقا اتش نبيقا اللو قد اتش نبيقا با ودبر نلف بادو تهيه وتعيش هيه اف صوماليغا يمقع الرسميغا صوماليغا محا اديغا ماركي سمعني كوكو ديري This is the question سؤال وا محا دولة جيدة ها ها مقع عان اذا عبا اللي قد تبيه جاي دي بدي اجاولا ارو جاي دي بدي محا كو جغنا أجل أرو أرو إجاي دي بدي 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 نين كان سو كما فينا ننكا هوية أسيدا لغو سجودة ننكا دارو وقبل نماذا شاكنا أجايلا أرو أرو إجاي دي بدي محاكو جبل مقع عاس أجايلا أرو أرو إجاي دي بدي محاكو جبل أجايلا أرو أرو إجاي دي بدي مركا إيه جواب مقع عاسي محاكو أجايلا أرو أرو إجاي دي بد أنا مركا إيه جواب محاكو جبان مقع عاسي وحاكو جبان مجرو سقد دبد شنع مقع واي بويلو قلمباوي مقع واي أدين كبو والذين قري أياكو أبتر ستان كومب أياكو أبتر ستان لح أياكو أبتر ستان حبر أياكو أبتر ستان تتكلم معني دضي كو أبتر سدان مركا أجويلي أويو أرو محاكو جبال مقع عاسي معني محا تياتر أربطان إنا أقول لك تان عنصرية أتكال لك تان وحان صومالي ماهن وحان حقي كي مادين محا دول ليد هاي تكريه سمالان وال ليد هاي أرمى سمالان وال ليد هاي وحال ليد أراغي سمالان وال ليد هاي أمحارة سمالان وال ليد هاي هاي حقين كو لقنا مركا ديك قدالة وأغان دونتا وما حي وداني واد اوغان دونتا وما حي وداني واد غران دونتا دبا افر لوقادود ما اهن لهجدود افر لوقادود ايغو له دل كو ودا نول احترام اي كلا دنبين اتا قاركود اسكو ميدب ان اهين كو نول اديغا لكن وا غران لاهداي سوماليو ها كو وخاسي ود ودا وا ادومدي علي يوسف ان كو اركا اني كولاي ها عدنا وا كربتان اجويله اويو ارو waa ayaysan Soomaali ma aha bad leedin codna waa karbtaan ajoylo waxaan u sheegayaa ajoylo ajoylo maanta waa my order ajoylo waxaan ku sheegayaa adoomada Cali Yusuf waad aragtaan codkiina siinina ha meelaha orordan hadda sanad bay doonayaan in macni doorashada dib loo dhigo laakiin habar kuulay ka tahay ha nasiib darada ku dhacday waan u wada jeednaa wayna ku socon doonta ajoylo ooyo oro wixii idin daba dhigay ya maxaa cirka caadka daba dhigay uu yiri maxaa caadka daruuraha daba dhigay maxaa daruuraha roobka daba dhigay maxaa roobka raiska daba dhigay maxaa raiska dooga daba dhigay maxaa dooga xoolaha daba dhigay maxaa dooga cawska daba dhigay maxaa cawska xoolaha daba dhigay maxaa xoolaha caanaha daba dhigay maxaa caanaha subaga daba dhigay maxaa ragana dumarka daba dhigay warfiri ajoylo oyo oro oo nin rag ah maxaa macni gabdhahan daba dhigay ha
ajoylo oo arow nin raga waay ha kuwa daba ordayna gabdhaan u aqaan aniga wixii idin daba dhigaya la idin ka raba gabdhow u taagtay ajoylo oo arow nin raga waay cod uu keenay isaga ha ajoylo oo arow codkiisa wuu dhiibtay waa midka markaysa aad u ooyaysid oo roobla aad ula fadhidid ajoylo oo arow codkaaga isiikan aad leedahay waa hadana ha codka aad u ooyaysid ajoyla iskale ha codadka raxweyn oo dhan ajoyla le ajoylo ajoylo oyo oo anay dhamaanteen sida mukhtar roobo aan u wadanay qadiyada ajoyla anay codadka maanta ajoyle oyo oo anagoo dhan kaasadna laga bilaabo hadda dhalinyaro aad u dhageysta wax fahma ajoyle oyo oro way raxweyn ajoyle meeshii uu codka ku shubaan ku shubayna ajoyle oyo oro nin baa wuxuu leeyahay idris cabdi dhaktar ka hadal idris cabdi dhaktar 77 uu ka mid yahay ha ka toobad keeno qiiqa dilay markuu yiri aniga waa kuu sheegay aniga go'aankayga meel uu taagay waa taageerayna markii bay dhaba la gumaaday madaxweyne mukhtar roobo la qabtay qiiqa dilay buu yiri laba shilin intoo la siiyey annagana dhiiggeenna markaasi macnihii haddii midiina lagu dhufto jirkeenna xaalad kale u ahaa marka qiiqaa dilay shalay ma dhehe markay maanta kugu imaatan shalayna adaa ammaanaya kuwa maanta kuraasta u diiday lafta gareen iyo shalay isagaa ammaanaya maantana marka loo diiday maan garab siina war waa ka dhaartay kuwan aniga maba 77-daasi laamiga in lagu fooriyaan rabaan ku dhahay bay adiga maxay sugay u hadal maxay tahay ka hadal idris cabdi dhakhtar qiiqaa dilay suu ku dhahay 2018-kii shalay qiiqaa dilay shacabka iyo mukhtar roobow maantana macnihii marka macnihii idinku niyo kansaas idris u hadal idhahayaba raxweyn maahan nin kale waay malaha maba ahanba raxweyn raxweyn maba idhahaysaba aniga macnihii qiiq u hadal 77-da ma loo hadlaayo see loogu hadlaayo waa loo hadlayaa laakiin ma loogu hadlaayo codadkan 77-daan doorashadan ma loogu hadlaayo laakiin haddii hawiyi daarood ay soo weeraraan waan u hadlaynaa waajib nasaaran waay taasi laa shukri calaa waajib waa hilbaheena markaas waan difaacayna laakiin ajoyle oyo oo ninkii wax ka sheegay baan anagu ajoylan taageerayna warka macnihi in la saarnaado maan ajoyle oyo orow ayaan taageersanahay maanta waxay ajoyle ku arkeen soomaali ma ahna ay u dhaheen magacan ay u bursadeen yaa diidaana doon uu yidhi doontaana diida waxay iyagu doonaan annagu cagsi baan ku nahay waan diidaynaa waxay iyagu doonaan waa dantooda annaga waa diidaynaa waxay iyagu diidaanna annaga waa doonaynaa danteena waxay iyagu diidaan baa dan noo ah ha marka ajoyle ma diidino annagana ajoylan doonnay saasaan u shaqaynaynaa weligeenna waa baranay dadkan ha wixii ajoyle tusay ay u diideen annagana ajoyle saasaan u taageernay ajoyle oo oro waan taageersannay heestana waan u shidaynaa addoommadii cali yuusuf daacad kama libaystay libaystay daacad kama libaystay daayn baa garsooro dulmana u hesho ruuxi damcaa xaq inuu dado inuu sii dambaabiyo dal kurursi mooye siday diinto ina tiri dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libaysti libaysti daacad kama libaysti
wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliyeed oo muranka ku yimaaday lagu magacaabo Cabdullaahi Sodon jir Sodon milyan wata ee dawladda Turkiga ayuu wax ka sheegay. TPLF ayuu caawiyey, wuxuu yiri Turkigu waxay maarkaysa gumaadaysaa TPLF war noocaas ah. Warkaasi markuu sheegay waa tii lagu qabsaday, isla markaana Roobla la qabsaday oo lagu yiri ra-iisul wasaare Roble, ninkan adigaa noo keenay
هذا معني الدولة دين الصومالية إن قلت دبلوماسي أي قشو تركيا معني حرير ونعكسن بان لنا هاي أديكو معني ملا أكتها مركزها وحيري رابلة أنا أقول حبك كم أجي وحاسي ماركيس بلسوك مركزه الرابلة وحيري سيد دق دق أه صدن جير صدن مليون وتا ورني هذا بدن محاكو قليو يري سيدان كوكو كان ألا أجي نبكي أن كاسو مري ورأديك محاتي بألف إنها تاجرت ديو تركيا هنا وحكشيك ديو أديك معني الشعب ما تيدي دبلوماسي باتاي وسير باتاي محاب بدنك قليه وأنا جم معني هذا الرفاضي نيسا مركزها وحويري هدا رالي جرين دي بايا كله هدا صدن جير صدن مليون وطا إن انقلت دبلوماسي قلي رالي جرين بنك دي بايا ودو ذا جدين مركز حسابته ويسور ركتي بإذن الله باري هوشنا وهول ملتري هدا نكون شيء جاي سفر كفرماجو هدي وصور نقضه وحوي ودور شيءه هول ملتري واي هول ملتري هدا دام كنا وكون شيء ولو جرى بنتلان Oh!
Kai alankai ma paila ya yo amar ki madi dai na mati da yo kai alankai ma paila ya yo amar ki madi dai na mati da yo Kai alankai ma paila ya yo amar ki madi dai na mati da yo kai alankai ma paila ya yo amar ki madi dai na mati da yo kai alankai ma paila ya yo amar ki madi dai na mati da yo kai alankai ma paila ya yo amar ki madi dai na mati da yo kai alankai ma paila ya yo amar ki madi dai na mati da yo kai alankai ma paila ya yo amar ki madi Dalkai alankai ma paila ya yo, amar ki madi dai na mati da yo. Dalkai alankai ma paila ya yo, amar ki madi dai na mati da yo.